بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، الفائزين الأكارم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، حمدا لله على عودتك الميمونة لأرض الوطن سالما معافى، وحمدا لله على هذا التلاحم العظيم في هذا الوطن الكريم بين الأمة والقيادة. فما هذا الحب المتدفق الذي تجلى بأوضح صوره في استقبال سموكم هذه الأيام إلا تعبير صادق عما يكنه أبناء هذا الوطن لأعمدة المسؤولية فيه من ولاء وتقدير ومحبة. واسمحوا لي يا سيدي أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لهذه النخبة الممتازة من رجال العمل الخير والفكر النير بفوزهم بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام، لما قدموه من خدمات جليلة للأمة التي نعتز بالانتماء إليها، ومن أعمال أثرت في الفكر الإنساني بأجمعه في عالم اجتاحته الاضطرابات والمحن الفكرية والاجتماعية والنفسية. ويسرنا أن يكون في طليعة الفائزين فخامة الرئيس عبد ضيوف، الذي عرفت واشتهرت أعماله في الميادين العالمية. نسأل الله تعالى أن ينفع بهم وبأعمالهم لتخفف عن أهل الدنيا مصائبها. وشكرا جزيلا لكل من حضر وشرفنا بقبول دعوتنا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام فخامة الرئيس عبد ضيوف رئيس جمهورية السنغال. ولقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، وموضوعها الدراسات التي تناولت المكتبات أو صناعة الكتاب عند المسلمين، كل من الأستاذ الدكتور عبد الستار عبد الحق الحلوجي المصري الجنسية، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور يحيى بن محمود بن جنيد السعودي الجنسية، عضو مجلس الشورى الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأما جائزة الملك فيصل العالمية للطب وموضوعها التحكم في الأمراض المعدية، فقد فاز بها كل من الأستاذ الدكتور جون لويس جيرن الأمريكي الجنسية، الأستاذ في قسم الميكروبات والمناعة بكلية الطب بجامعة جورج تاون،
والأستاذ الدكتور روبرت هاري بيرسيل الأمريكي الجنسية رئيس قسم التهابات الكبد الفيروسي بمختبر الأمراض المعدية في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمؤسسة الصحية الوطنية في ميريلاند. أما جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم وموضوعها الرياضيات فقد فاز بها الأستاذ الدكتور أندرو جون وايلز البريطاني الجنسية أستاذ الرياضيات في جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية